تمسك بأمل البقاء بين الكبار استقبل الهلال الرابع والسعي لتحسين موقعه خصوصا أن الشباب خسر أمام النصر. سعيد جون. الانتصار نعم يكون حاضر والصافرة. ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل، وأمل العدالة في البقاء بين الكبار يتجدد بعد مباراة كان فيها من مواصفات الجمال الكثير، وهذا الفرح لم يكن غريبا فأنت خطفت النقاط من حامل اللقب الذي دخل اللقاء منذ البداية مهاجما مندفعا نحو مرمى العدالة الذي كان حارسه مياتوفيتش في أعلى درجات تركيزه تماما، كما زميله في الهلال ألو طيان الذي حضر في الزمان والمكان لكل طلعات العدالة، ومن واحدة منها وبتأكيد من الفار افتتح التسجيل من نقطة الجزاء. الزعيم بحث عن عودة سريعة، ولكن هذه المرة غاب ميلان وحضرت العارضة. الهدف زاد من حافز العدالة لتعزيز الغلة، لكن الدفاعات الزرقاء ولوطيان أنهوا الحصة الأولى على نتيجة 1-0. الكرة تتسدد إلى خارج الملعب. حماسة لاعبي العدالة دفع ثمنها عبد العزيز العلاوي بطاقة حمراء بعد دخول خشن. وبالتالي البطاقة أحمر، بطاقة حمراء. الدوسري والشهراني وكل من ارتدى القميص الأزرق زادوا من التقدم نحو مرمى المضيف الذي إذا قلنا بأن حارسه لعب مباراة عمره الليلة لا نكون قد بالغنا. الهلال عن التعادل استغله العدالة بأفضل الطرق، فعزز الأول بثاني وأحيا في قلب جماهيره وعشاقه كل الأماني، مؤجلا المنافسة على الهبوط لمراحل قادمة. سعيد جودي، صدى الملاعب. مبروك للعدالة، هارد لك للهلال. خلينا أرجيكم الترتيب بس مشان نعرف. الاتحاد عنده 66، النصر عنده 63، بقيان جولتين. الشباب 53، الهلال 53، كمان ممكن تتغير المراكز. بيجينا التعاون، فتح، ضمك، هذول اللي ضمنانين البقاء وامورهم تعال العال. اخر ثمانيه هن الرائد، الاتفاق، ابها لهلا اوكي. بيجينا 12، الفيحاء عنده 30، الوحده 29، الخليج قبل العداله لانه هون بس بشو اسمه بفارق الاهداف، لكن لما بيكونوا بتساوي بنفس النقاط العدالة عنده فارق المواجهات، وآخر شيء الباطن وهبط. عيسى، بس موضوع العدالة والخليج بس نشرحه شوي. العدالة مثل ما تفضلت أبو كرم، أنه في النهاية لو كان هناك النقاط متساوية ستكون كفة لمصلحة العدالة، أن الخليج تعادل مع العدالة في الدمام، والعدالة فاز على الخليج في 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 في, في, في الأحساء، وبالتالي تكون أنه في حالة تساوي النقاط إلى العدالة. نعم. لكن بكل الأحوال أبو كرم، أنا أعتقد الأربع فرق حظوظها متساوية، لا سيما أنه هناك أيضا لقاء ما بين الوحدة والفيحة. ما علقت على خسارة الهلال؟ اول شيء خلينا لا ابو كرم بس على السريع، ما عندي غير دقيقه ونص بس، على نص دقيقه بس يسمح لي بس ابو سلطان، انا احب اشيل ابو كرم في بالعداله، فريق مكافح، فريق، خليني اقول لك اياها حتى من الحضور الناحيه الجماهيريه ابو كرم، ترى مو كل اللي موجودين اللي هو ثلاث اربع جمهور الهلال، جمهور العداله ايضا موجود وبقوه، وجمهور العداله في هذه المباراه هو الثالث بالترتيب من حيث الحضور الجماهيري في المباريات التي تقام على ارضه بعد الاتحاد وبعد النصر، فريق مكافح، وانا اعتقد انه وجوده اضافه الى دوري روشن. والله حيرتنا، ما عاد نعرف لك، حيرتنا. انت مش بتقول واقف مع الخليج وعم بتروت للخليج وبتكتب للخليج، وهلا عم بتقول العداله. العداله ممكن يتاهل، يعني يبقى على حساب الخليج. يا ابو كرم، احنا نتحدث هنا فريق اليوم ثالث من حيث الحضور الجماهيري، العداله. نسال ابو سلطان.
والله شوف اليوم أنا استغربت يعني بعشر لاعبين يفوز على فريق هويته هوية بطل حتى وهو بالمركز الرابع. أنا استغرب بس يعني إدارة الهلال سمحت المدرب، كنت أتمنى أنهم يسمحون لبعض اللاعبين الشباب يعني زي مصعب الجوير لاعب شاب متميز تحطه على دكة البدلاء وتلعب لاعبين يعني يمكن شبه ملغي عقودهم أجانب. فأنا كنت أتمنى اليوم أنه يعطى شباب الهلال الموجودين والمسجلين فرصة. بالنسبة للعدالة ما في شك أبو كرم، الأحساء منطقة الأحساء منطقة مكتظة بالسكان ويحبون ناديهم وتابعهم أنا بالسناب، ناس جدا يحبون الحضور. ولكن بالنسبة لي أنا كعبد العزيز الدغيثر اللي يبقى الله يحييه، عدالة خليج وحدة أنا كل الأندية فوق راسي وعلى عيني. طيب أنت بس مين شايف يعني كمحلل مين شايف حيبقى ومين شايف حيهبط؟ هو واحد من اثنين أنا أعتقد يعني واحد من ثلاثة. الله والعالم أنا أقول لك اللي برافق الباطن كنفرم أنه نزل. أنا أعتقد الخليج عيسى. العدالة والوحدة والفيحة حيبقون. عيسى والله صعب التوقع أبو كرم، ولكن أنا قلت من قبل أنه هناك فريق سيهبط غير الثلاث الفرق التي تتصارع من أجل البقاء منذ بداية الموسم. ما عم بفهم مين يعني مين الغاز هي القصة؟ الرجل حكاها بوضوح. لا 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 قال لك الخليج حيهبط. أنت لا تعطيني أعطيني اسم يا أخي. ثلاث من بداية الموسم إلى الآن كان اللي هو الباطن والخليج والعدالة. أنا قلت إنه في فريق سيهبط غير هؤلاء الثلاثة. مين وصدق؟ الوحدة يا الفيحة. يا الوحدة يا الفيحة. طب أعطيني حدد أكثر مين بدك، الوحدة ولا الفيحة؟ توقع. ما بدي أكثر، أنا أقول لك التوقع. يا الوحدة يا الفيحة. المهم أنت الخليج يبقى بالنسبة كيف الحين؟ الفيحة 30 الوحدة 29 بينما الخليج 27 يعني والعدالة. أنا أعتقد أنه يعني مقارنة ما أدري. ماشي ماشي معلش يلا منكمل الحديث بعدين بالبيت ما لأنه الوقت خلص أبو عبد الله لو أصلا قاعد بالبيت يعني قاعد مروق بالفواصل بيأكل تشيبس وما شاء الله كل ماله عم